أم محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخ؟ والله بخير. أنا حلمانة حلمين. نعم. الحلم الأول كأني أنا ماشية بسوق. نعم. والسوق هذا كني بعدين طلعت من السوق هذا كأنه شنو بيوت قديمة، فتحت دريشة لي، يوم فتحت الدريشة ولا بيوت قديمة، أنا كني بالحلم خفت وقلت يا ربي أنا ما أعرف أوصل لبيتنا من هالطريق هذا. يوم أنا مشيت كذي لقيت ثلاث حريم واقفات، أنا بنفس الوقت خفت من الحريم الثلاثة هذول الوقفات، وخفت شنو منه من إني مشان أوصل بيتنا أنا ماني عارف أوصل. بعدين طلع لي صبي صغير في عمر 14 كذي أسمر، كان يقول لي لا تخافين، شوفي أنت عطيني هذه، يعني إنه يعني شنو تمرة، التمرة هذه يعني كيس صغير مربع، أعطيني التمرة هذه وأنا أخلصك من كل شيء من كل الخوف. مشيت أنا الحلم كذي على بني بعطيه التمرة، رحت كذي فجأة طلع لي شنو بيتنا، بيت باب الصالة وباب السكة، وحدة من بنات أختي، وحدة من بنات أختي هذه خذت شنو، خذت من التمرة اللي أنا أبعطيها الولد هذا. يوم خذت التمرة أنا قلت بيني وبين نفسي يا ربي هذه خربت علي، خذت من التمرة. طيب يا محمد وانتهى الحلم. الحلم الثاني كأني أنا نايمة على كرسي طويل ومعاي اثنين، واحد بالحلم أعرفه واحد ما أعرفه. نمت كذي قفيت ولا قمت بالحلم ما لقيت هذا اللي واحد أنا أعرفه. يوم قعدت دشيت الغرفة الثانية إني أدور عليه، لقيت أختي، لقيت واحدة صغيرة، صغيرة هذه مقطية كأنه معاها عيش، العيش هذا أنا خدته منها ونقيته، طلعت اللي فيه وقطيته. كان قلت لها، قالت أختي لا، قلت لها أول شيء قلت لها وين هذا اللي هني، قالت والله أنا ما أدري، أنا أروح أدوري بالغرفة. دشيت الغرفة لقيت مكتبة مال التلفزيون، وفيها شنو، فيها نفس الشرشة فيها مقطع على مال التلفزيون بس ما فيها تلفزيون. رحت كذي رفعت الشرشة أدور الشخص هذا اللي كنت أدور عليه ما لقيته. قالت ما عليك أختي، مالها الصغيرة هذا العيش، أخذيه، أخذي العيش هذا، كنت لقط عيش، لقط العيش وعطيها دينار، أعطيها دينار والله يفكك من كل شيء. طيب خير إن شاء الله، حياك الله محمد. الله يسلمك، يعطيك العافية شيخ، حياك الله. بالنسبة للسوق في المنام يفسر بالحسنات والصدقات كما قال تبارك تعالى يرجون تجارة لن تبور. البيت القديم قد يدل على ذكريات قديمة وسماع أخبار قديمة، كما قال عليه الصلاة والسلام عن مكة لما أخرج منها عليه الصلاة والسلام قال إنك لا أحب البقاع إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. الأمر الثاني ثلاث نساء يعني وخوف وكذا، الحذر من بعض النساء الحاسدات، لأن الله سبحانه وتعالى قال ونسب السحر لبعض النساء، قال سبحانه وتعالى من شر النفاثات في العقد. أما بالنسبة لولد أسمر وكذا، الولد الأسمر كان في مجال يا محمد تحملين، قد تحملين بولد مطيع لك وربما يدل على ولد خير ويجري الله سبحانه وتعالى يديه شيء من الخير، لأن التمر في المنام ذكره الله سبحانه وتعالى عن مريم عليه الصلاة والسلام في حال حملها بعيسى عليه الصلاة والسلام، وقال هزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. والنوم في المنام يفسر بالأمان كما قال تبارك وتعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، ويقول عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وقال عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة. أما الكرسي تكلمنا عنه في بداية الحلقة، وقلنا الكرسي يفسر بالوجاهة، يفسر بالمكانة الرفيعة كما قال تبارك وتعالى عن سليمان قال وألقينا على كرسي جسدا، وقال سبحانه وتعالى عن سليمان لما تكلم عن بلقيس قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. أما بالنسبة للاثنين من الأشخاص رجل تعرفين، الرجل في المنام المجهول غير واضح المعالم ولا تعرفينه في الغالب ما يدل على شيطان، لأن الله تبارك وتعالى قال إنه يراكم هو قبيله من حيث لا من إنه يراكم هو قبيلهم من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم والعلم عند الله. نعم الإخوان يقولون عندنا